باش تنعم براحة البال لازم تنسى وما تقسى وتتعلم تسامح. اللي فات مات الآن. شكون فينا من الغلطة مصوم؟ شكون فينا هاني ماشي مهموم؟ شكون فينا كامل ما فيه عيون؟ صافي ما دار في النوم. شكون فينا؟ شكون فينا من الغلطة مصوم؟ ماشي مهموم؟ شكون فينا كامل ما فيها عيوب؟ صافي ما دار ذنوب. شكون فينا؟ نتسامحوا ما دلنا في الحياة، ياك الموت راه غير تدي. ما عليش اللي فات مات، قلب المؤمن ما يكون حقودي. نتسامحوا ما دلنا في الحياة، ياك الموت راه غير تدي. ما عليش اللي فات مات. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه السويعة. اسمحوا لنا نجيوكم ضياف، إن شاء الله نكونوا خفاف، نجيوكم للصالون ولا لبيوتكم، نجيب معايا الضيوف نتاعي باش نعيشوا اللحظات نتاعنا نتاع كل يوم، نعيشوا بمآسيها بمسراتها بملذاتها ببكائها بأحزانها ولكن بالفرح إن شاء الله. آه يا بابا، بابا، كلمة بابا شحال عزيزة. بابا هي الأمان، بابا هي القوة، بابا هي الذكاء، بابا هي الصحة، بابا هي الحماية، بابا هي كل شيء. وما يعرف قيمة كلمة بابا غير اللي ما عندوش باباه. أما اللي عنده راه ثم باباه عادي يشوفه يوميا كل ساعة كل دقيقة، ينسى باللي راه موجود، ينسى يسلم على راسه، يعرف غير كي يروح. أنا هذه اللحظة هذه قلت لكم في الأول جيناكم ضياف عندكم باش نشوفوا هذه الحالة، هذه حالة الأب كي يتخلى عن مسؤولياته واش راح يصرى. هذا نموذج من آلاف وملايين ومئات الآلاف من النماذج. راح ناخذ اليوم العبرة من عند أخونا حديلان حمزة. سي حمزة مرحبا. مرحبا. أهلا ولد عمي. شنو أحوالك؟ بس عليك. والله الحمد لله. عايشك. تفضل تفضل. وشك أخي؟ والله لاباس عايشك الحمد لله. العنابة أنت. نعم. يما على عنابة وناس عنابة. جوهرة الشرق عنابة. وشك اخويا؟ والله لا باس، عايش مهني. الحمد لله. مرحبا بولدي. عايشك ربي يبارك فيك. قل لي الله يرضى عليك، انا اللي عندي غير اسمك فقط سي حمزه. سلمت عليك قبيله، شميت ريحه الملوخيه. سلمت عليك قبيله وشفت انك من ولايه عنابه، انا هذا ما عندي، حبيت نعرف شكون هذا سي حمزه هذا يا. انا حمزه حويدي، لا نسكن في عنابه. ايه.
عايش مع يما. قد عمرك؟ عندي 30 سنة. الله يبارك. عايش مع يما وجداتي واخوالي. صح. تخدم تقرا واش دير؟ نعم نخدم. نخدم عام النظافة. عام النظافة؟ نعم. والله العظيم شوف نحييكم قسما بالله. نوضوا 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 نوضوا. والله العظيم غنحييكم. ها ها. والله العظيم نحن المذنبون. تفضلوا. والله العظيم نحييك. ما شاء الله. احنا اللي رانا مخذينها. هذا عالم نحكي وما نخرجوش منه الموضوع هذا، لكن نحييك. صحيح. نحيي كل زملائك القائمين على العمل كما العمل نتاعك. يعيشك. تولد في عنابة انت؟ نعم ولدت في عنابة. ايوه. ولدت في عنابة، خلا عشت مع بابا مدة عامين برك. اسمع انتوا قداه في العائلة؟ احنا في زوج برك وبابا ثلاثة. انا واحد عندي يما. انت الوحيد؟ انا واحد عندي يما. قرصون هنيك؟ نعم. مدلل. واحد عندي يما. مدلل ها؟ والله نورمال. هذا اللي يكون عنده يقولوا احنا في الزراعة يقول لك عوينة. عوينة واحدة. ايه الحمد لله يا رب العالمين. ايوه. كبرت انت؟ كبرت عرفت صلاحي. كيفاش كانت المعامله نتاع تاع الوالد نتاعك معاك ويما؟ كيفاش كانوا يعاملوك؟ حسب ما تحكي لي انا خلاني عمري مولا عامين. انا مولا عامين بابا راح. ايه صح. بلا نروحوا غير وحده وحده. اي صح. في العامين هذوك ما تتذكرش ما تشفاش كيفاش كان يعاملك؟ لا ما نشفاش. ما عامين تسمى ما نزلت بيبي. نزلت ما حتى الذاكره ما تفتحتش بات. لا امك ما حكات لكش؟ حكات لي يما من بعد كي كبرت. حكات لي يما. صح. واش حكات لك؟ واش كانت تقول لك؟ حكات لي قالت لي كان يحبك، كان مدلك، يخاف عليك من كلش، ما يخلي عليا والو. الله غير بظروف قصاح. الظروف حبس من الخدمه من كاروبي صار له بروبليم. قال لها انا نروح. عيطت له عمتي قالت له سامحني. العلاقه بين الوالد نتاعك والوالده كانت علاقه مليحه. اي موت عليها. دا صغيره ما تعرفش حتى واش معناتها كلمه زواج. موت عليها. شغل واحد ربى ولده قدامه. الوالد نتاعك والوالده نتاعك كانت تربطهم علاقه كبيره. نعم. قلت لي كان يموت عليها. كان يموت عليها. درجه لا توصف. الحمد لله. هي كانت هي امك تحكي لك. ايه ماما تحكي لي. طيب قلت لي تفارقوا. تفارقوا. بابا صرا له بروبليم في الخدمه تاعو. ايه. بحكم كانت لابي ضعيفه ومن بعد عنده بابا عنده اخته في فرنسا. استدعيته. إيه؟ قلت له ارواح اطلع عندي تخدم. ايه. هنا هضر مع ماما تشاور معاها قال لها اني طالع فوالا نخدم. لم روحي ونهبط كأيوة إنسان. معناها يروح يكون. انتم تقولوا يكون روحه و... ايه ويهبط للبلاد. ايه؟ يعيش كي يبني ولا يدير تجاره. يعطيك الصحة. ايه عادي. بعد كان في عمري عامين انا 92 94 طلع 95 عام 96 بقى في تواصل مع ماما 97 98 كيف كيف ومن بعد قطعت الاتصالات خلاص. اسمح لي شحال قعدت المدة باش تقطعت الاتصالات؟ قعدت واحد يقول هي قعدت متواصلة معاه كل ثلاث سنين اربع سنين ماكسيموم. كيفاش سامحني كيفاش كانوا يتواصلوا غير بالتليفون؟ تليفون بركة تليفون. انتم امك قاعدة في الدار؟ نعم. وانت صغير؟ نعم. شكون كان يصرف عليكم؟ كي طلع بابا طلع يسافر هي قعدت مع جدي. جدك؟ جدي بابا هي بعد. جدي باب ماما. هاي بوي امك. ربي يرحمه. هذاك تسمى انا عشت من بعد وليت نعيش مع خوالي وجدي. وكي كبرت بابا بابا جدي نقول له بابا. مع خوالي ياك تسمى راحت. حتى يما نحسبها اختي. كيف؟ امي انا نحسبها اختي. كي كبرت عشت مع جدي. بالشويه من اللي عمرك سنتين رأت الولد نتاعك مشى للخارج يخدم. نعم. ملي عمرك انت عامين الفترة اللي بديت تسأل بديت كبرت. يعطيك الصحة. وبديت تطرح أسئلة حبيت تعرف شكون بابا وين راه بابا. شحال كان عمرك الوقت هذاك؟ محسوب نقرا سنة أولى بديت هي بابا ما حسنيش جدي أنا باب يما ما حسنيش ما خلانيش نسأل السؤال هذا. بصح من بعد كي دخلت نقرا انا عندي لقمه
انا نساك اسمح لي نساك في 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 بوك ما خلانيش خلاه ما لخوالي ما خلونيش نحط الكيستيون دي في بالي خلاه. انت كبرت؟ كبرت كي وليت نقرا وليت نفهم. انت كبرت؟ نعم. وانت جدك هو ابوك؟ هو بابا. وامك هي اختك؟ عاطيك الصحه. كبرت كيما هكا انا على اساس جداتي هي يما وجدي هو بابا وامك هي اختك ويماك شغل حاطها اختي انا ثم ما نعرفش ما صعيب واحد يكون صغير ما يعرفش ال كنت عمرك ولا سألت أنت ما تقدرش تسأل على باباك مادام أنت صغير أنت جدك وجداتك هما باباك وهما يماك يعطيك صح ويماك عمرها ولا فهمتك في الوضعية هذه؟ فهمني فصغر تقول لي تسمع عن بالي بلي كما نقولوا احنا هذه يما وهذا بابا جدودي كي بديت نكبر هكا بدات تبان لي الدنيا كما نقولوا احنا تقول لي جداتي هي أمه كما نقولوا احنا تسمى عايشين دار عائله احنا كفاهم ما عنديش الكيستيون هذيك تاع ويني ماما ولا من الحنان يما تعاملني كيما نقولوا احنا معامله اخت كبيره يعطيك صحة وبالك اكثر هي يما هي بيا بفعلها تبين الام راهي بالفعل تبين ايه. تبين تحط المنصب تاعها ايه. الام تميزها بالفعلها ايه. وتحسها حاجه في قلبك تحسها يعطيك الصحه ايه. من بعد كي شغل كبرت عرفت روحي خمس سنين ست سنين عرفت بلي ماما بديت نحوس هكا لقمة ماما زي وانا زي بديت كي شغل لك سامحني نروح غير بالعقل انت اول سنه الاولى كي دخلت المدرسه نعم شكون اللي داك للمدرسه داتني ماما تما بدات ماما كي شغل تبين مكانتها مش يماك يعطيك الصحه تما بدات تبان مكانه تاع يما انا صح تاع ماما سي حمزه كي شفت الاولاد جايبينهم بوياتهم باش يدخلوهم المدرسه وانت ما عندكش واش حسيت ما حسيتش شو هي انا ماما ما خلتنيش نحس بشي هذا اعطتني قوه بالك اسمي حمزه وعندي قوه تاع اسم حمزه صح اعطتني قوه ما توصفش خلاف الدنيا وبالك درك وين بديت نطيح دموع الناس اللي تعرفني في حياتي جامي طيحت دموع عاديه بالك تما من عمك زين ماما طيح فيه دموع بالك هنا جامي شافوني فاشل في حياتي سامحني سي حمزه الراجل القدر اللي ما يبكيش هاو ماهوش نورمال والله صدقني صح قلبك حديد بصح كاين احيانا تصطدم بواقع بحاجه تبكي على نفسك وعلى الناس الاخرين اللي ما عندهاش النعمه انت احنا ما نحمدوش ربي صح مثل هذه الحصص هذه انا الكثير يقول لي والله العظيم خاصه الكبار هذوم اللي راهم يدعيونا يعيطوا لاولادهم ولعائلتهم يقول لهم راح تفرج يقول لا ما نتفرجش انا راح نتفرج في ماتش تاع كره قدم ولا نتفرج في حفله ولا ارواح خذ ساعه وروح تفرج تعرف علاه بتحمد ربي على النعمه اللي راك فيها سبحانه او لا صح هاي سيدي السنة الأولى أمك أعطتك القوة وهذه بديت تقرأ لك صح بديت تكتب شوية بديت نكتب بديت نعرف تعرف الحروف ده مخي يحب يحوس على حوايجك بديت نطمح وش كان في حياتي وش ما كانش بديت نحوس نفهم شكون هو بابا سؤال كبير هذا طرحته على نفسك سؤال هذا هو السؤال اللي تقدر تقول بالك كون ما جاتش ماما نتحط وين راهو صورته او في فرنسا وهضره برك في فرنسا بس ما الاتصال تسمع انت تقول له بابا في فرنسا ويما باه ما تخلينيش نبان بلي شغل بابا مش قاعد يصرف عليا دخل تخدم هذو بقى يصرفوا عليك السنوات الاولى تاع الدراسه جدك و جدي كي جدي كي جداتي كي يما بعد دخلت يما كي دخلت انا سوانا الاقرا دخلت يما تخدم علي انا ايه بويك عمره ما بعث سوار ده باش جامي
ولا كان يشاهد فيا ولا كان عنده حاجه يجي للبلاطو لهنا يقول لي بلي ما كان حتى واحد ربي ويما وجدي وجداتي هذوهم اللي سعوا عليا. وعندك عندك عائله انت تاع يماك وباباك ونتاعك انت يا ما عندك غير جدك و عندي جدي عندي جدي وجداتي ويما واخوالي اخوالي جيت للاب ما عنديش خلاص عمي وعماتي وما عنديش خلاص عندي غير جيت الخوال برك مشى في المطار قص كل شيء ما بقى والو شفت ها 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 الأخطاء وضخامة وكبر الأخطاء نتاع الكبار اللي كنت نتحدث فيها في بداية الحصة. شخص واحد فقط قطع أسموات نتاع عائلة كلها. تصرف واحد فقط شخص الوالدين الأب التصرف نتاعو حبل واحد فقط في المطار راحت العائلة كل والنتيجة هاي على الأسف الشديد. كيفاش واش خدمت يماك؟ يما خدمت مراقبة في ابتدائي. صح. قرات. يما قارية شوية. ما شاء الله. خدمت سكرتيرة كما نقولوا احنا تاع مدير. خدمت عليا الحمد لله وين نقرا بعد وين خدمت. الحمد لله تشري لي ما تخلينيش خلاه ما نطلعت سنة أولى أنا الأول سنة ثانية سنة تانية أنا التالت مهم كنت قاري كنت أعلى درجة كي بديت نوصل السنة الخامسة بدا المجتمع واحد يطيش لك كلمة واحد كذا بديت نتدهور في سمح وشني يطيش لك كلمة كيما نقولوا احنا واحد وراه بابك واحد يقول لك أنت على والله غير الكثير راهم يتسألوا كما أنا يا ويلوموا لا ما يحز في نفسي أنه كلنا نعرفوا المشكل كلنا نعرفوه لو كان تكلموا على المشكل كلنا رانا متأكد في بيوتكم كل إيه صح ولد فلان وفلان ولكن وليداتنا وإحنا نديروها أنت كي كان يوروك بالصبع إحنا في غالب الأحيان يقولوا هكذا يقولوا هذه يوروا بالصبع ولا يتكلم وانت واش كنت تقول لهم؟ بعد عييت انا عاودت نقول لهم مات. عييت انا من الاسئله. طيب راه باباك وسمعنا فرنسا ما صرفش عليك عاودت نقول بابا ميت. حمزه صلي على النبي. الصلاه والسلام يا صاحبي اش بيه؟ انا راني باباك. عايشك. راح نطرح عليك واحد السؤال. وتجاوبني بصراحة. نعم. هل فعلا في قلبك في قلبك نتكلم مع قلبك. نعم. باباك مات صح؟ كيكة برك. والله برافو عليك والله العظيم. بانتنا من الناس، تنا من نظرة الناس برك. فهمتك. أنت عامل نظافة صح؟ نعم الحمد لله وربي سخرك بأخلاقك راك تنظف القلوب الحمد لله الحمد لله ولا لا لا راه ينظف القلوب الحمد لله شو ربي كيف سخرك الحمد لله الحمد لله كنت تشكي لأمك كي تروح من المدرسة ما نشكيتهاش جامي ما نشكيتهاش جامي علاه؟ هك عن بالي وليت نعرف يما بس ما تحيرهاش باه ما نحيرهاش يما كانت لبة الله يبارك ولحريدهم صح بس من بعد بدات تمرض التاعية حبست القراية شغل ما لقيتها ما تساعدنيش أنا إنسان ما يما تخدم بالسيف في العيد بالسيف ما تجيب لي قش فتنحاها من فمها وتمد لي حوايج ياسر هكا طبيب حاجة والحمد لله وكان جدي يعاونني بصح يما حاولت كشغل هي توقف معايا ما كشغل كل يماك مهمتك نعم. كي حبست القرايه واش قالت لك واش كان بكيت وبكيت سنه ثامنه شفت عليها كي مريم قلت لها ماما راني سي بون كرهت يزيني خدمت الطماطم من ناحيه الجلبانه
خدمت في حياتي، خدمت 30 سنة خدمتها يوم بيوم، عشتها لحظة بلحظة. ما خدام الحمد لله، أنا جامي ديت على الناس ولا جامي طلعت على الناس ولا جامي، الحمد لله في حياتي هي ناس كل تعرفني الحمد لله. قديه قعدت الفترة اللي ما شفت فيها باباك؟ تم شو حتى متى من 92 ملي خلقت حتى ل 2004. حتى ل 2004. 2004 كانت يما جامي كرهتني في. نعم. يما جامي كرهتني في بابا، ولا ديما تقول لي خلي بابا خلي ما تدريش الدنيا وش داه وش كدا. عندها الحق. بالك نموت أنا، بالك يبقى لك هو، ما تدريش هذه الدنيا. بالك يرجع. طيب صح، بديت نشنش على التليفون تاعي وبديت انا شغل نكثر الاسئله. اه بديت نقلق نقول لها يما كيفاه انت بابا في فرنسا ما يجينيش هذا ما يديرليش ما يبعثليش ما ولك شغل ربطت العلاقه كا جابت النمرو تاعي ومن بعد في 2004 هبط. هو جا بابا هبط. ايوه هبط عندي انا لحظه ما نحكي لكش ما تصورش. باباك الله يبارك جا لكم للدار. رحت له للمطار. انت رحت سنيته؟ رحت له للمطار. كيفاش عرفته؟ بابا ايه؟ بابا كيما انا شبه لي. مشيت للمطار وما تعرفوش كيفاش داير؟ ما انا والله ما لا عندي لي فوتو تاعو. حبيت نعرف كيفاش عرفته والغاشي خارجين الكل خارجين من الطياره وانت شفته عرفت بلي عرفته والله كي خرج بعد عرفته بلي بابا. لا اللحظه تاع وين كي شفته وعرفت بلي هو. تعنكتو ديريكت، تعنكتو وليت نبكي. نبكي وحضني ويقول لي سامحني. قال لك سامحني؟ سامحني. هو عرفك هو؟ عرفني، يموت علي انا بابا. انا كيفاش عرف بلي يموت عليك؟ اي ما يموت علي، ما الله غالب برك ما فهمناش كيفاه صرات، خاطر بابا في الصغر كانت تصرى حاجه يجري بيه يهزني ما يخلينيش. خلاص بابا عشت معاه مرقري عامين ما نعرفهمش، بصح قالت لي كان يموت عليك. درك تحفز فيا تقول لي ما تكرهش باباك، نقول لها انا فكينا منه. نقول انا متزوج درك الحمد لله. نقول كوني رزقني ربي بطفل ما نديرش وش دار لي بابا. انا بارك الله فيك. ما نديرش العكس. اي والله. ونقول له حب امك، شوف كون نجيب لا خلانا ربي من اهل الدنيا. امين. كون نجيب طفل نقول له اعشق امك اكثر مني انا. الله اكبر. اقسم بالله نديرها. اي والله العظيم بارك الله فيك. نحب ونقول له حب امك خير مني انا. انا ما تشفيش الدنيا كيفاه الراجل. اي والله الدنيا ما تشفيش ظروف تقصح عليه، قادر الشيطان يغرك. بصح صح المراه كيما البيبي الحمد لله هكا اكبر مني، المراه كيما تتربى كيما صح واللي تغرس نقول لك اللي تغرسه ينبت. اي صح في الدنيا في الحياه هذه. نعم. اللي تغرسه ينبت. اذا صح. كان غرست حبه نتاع مش عارف حتى فراز حتى. نعم. لو كان تنبت تشبه للفراز بمذاق بصح فراز ماشي بصل اكرمكم الله. أقول لا صح صح. قلت لي باللي مرضت. نعم. كي حكمني أنا القولون العصبي عاد واش يدير لي؟ نطيح على 3 الصباح، نطيح على 4، نطيح على 2 تاع الليل في النوخ خايط من السما، أقسم بالله العلي العظيم. تحطني هنا وحدنا أنا وياها ستوب في طوموبيلات فيديو وتبت معايا في السبيطار نتنفس تديني نروح تروح تخدم 4 سنين إباطمون كارتي ولاو فابل دار لي على قلبي دار لي لاتونسيون كنت نوزن 98 كيلو يما كانت تقول عندي صيد بعد شافتني دورتي تدهورت حالتي انا وديت عطوني راح نموت. ومن بعد الحمد لله بالدعاوي الحمد لله ودوك عاد ندير ريجيم الحمد لله 4 سنين وانا نعاني منه المرض. غالب الاحيان تجيك في الليل الحالات هذه. تجيني في الليل وتجيني كي نعود وحدي. تعرف علاه؟ كي تبدا تفكر في الوالد نتاعك والحاله نتاع يماك تخمام ستريس والحاله نتاع يماك وباباك والحاله نتاعك والحاله تاع طيب هذه خدمته الكولون نيرفو. قل لي وفي انت 4 سنين وانت في الحاله هذه 4 سنين كان يحوس عليك باباك الوقت ما هذا؟ ما كانش خلاص بابا صاي تما صاي انا نحيته من مخي وما كانوش خلاص ما بقاش اتصالات ما كانش عايش بابا ميت وجدي ربي يرحمه. علاه؟
هكا ما عنديش احساس ما كانش بابا صاي كبرت جيت يما يما تقول لي انا هو باباك انا هو ما كبرتش معاه صافي راح لي الاحساس هذاك تاع واش دار هو في فرنسا عاود حياته عاود عرس وقال لامك هذه ولا ما قالهاش من بعد اكتشفنا وحدنا عنده 4 بنات وزوج دراري ربي يبارك له ان شاء الله ولكن كان مسؤوليات قال الولية هذه سرحها امك ما عرستش بكل ما قعدت عجالي صبرت ما جاوها ناس تحبت تزوج قلت لها ولدي عم بالها تحكي لي كي كبر دركات مداصره قول لها ما زوجتيش تقول لي انا نروح لراجل واحد اخر ونخليك انت ومن بعد سفري حبيت نطرح لك واحد السؤال يا اخي انا بويك انا ويعلم الله يتكلم قلبي شوف ما عندي حتى سؤال كاتبه ربي يبارك فيك والله تا الموحد انا نتفرج حصه كبيره كنت حاب نحضنك عايش بالله ما تحضنوش منا هذا شرف لي انا عايش الله يرضى عليك الله يكرمك عايش ربي يبارك فيك هاني بويك انا الا قبلت بواحد بويك كحلوش مستاش والله اي اسعار ابوي نطرح عليك واحد السؤال جاوبني بصراحة نعم أو كان بزاف الناس يتفرجوا فينا لو كان بويك راه واقف هنا ويجي يقعد هنا بويك دخل واش تقول له نقول له ربي يهديك تلمو قصاولي في قلبي ياسر ما نقدرش نهضر اصلا حتى واش نهضر له قليل 30 سنه نقول له ربي يهديك بركه الدنيا كاينه موت علاش قلبك قاسي هكا مش قاسي مش قاسي يا قبيله قلت لي احنا حنين انا حنين ما نحبش نبين حنيتي هيك شغل ما نقدرش بالك كون يجي نهضر ما نقول ربي يهديك نتفلق ويبرد قلبي بالبكاء ونحضن ونسلم عليه بارك الله فيك الله كيكه بارك الله غالب طيب انت جيت من عنابه نعم وجيت وشرفتنا والله يرضى عليك ويبارك فيك عايشك يعطيك الصحه عايشك واش راك طالب من عند عمك جلال طالبنا نجيب يما يماك نعم ايوه نقول لها سامحيني علاش جايبها ل نقول لها سامحيني على تعبك ضحات من اجلك ضحات ثم ما عرستش قعدت خدمت عساس في مدرسه نعم خدمت عساس حارس في مدرسه ايه انا مريض وقت هذاك مريض قالت لي ماما كونترا بهنا نخدم نعين روحي ايه نعس الليل تجي معايا 9 الليل انا راقد وهي تبقى تعسني في المدرسه حتى نوضوا على 5 الصباح هي تخرج وانا نسنى المديره ونروح الله اكبر الله اكبر راكم تسمعوا مده عامين عامين ويما تعس عليا وانت راقد وانا مريض نروح المدرسه نرقد هي تخدم بلاصتك وهي تعس في بلاصتي واحد ما عم بالو تسمى دركا وين هضرتها هذي والصباح تروح تزيد تروح تخدم الصباح تزيد تروح تخدم لا حول ولا قوة الله يعامين عامين نرقد انا فوق الطابلة وهي ترقد في الارض وتروح تدور على الابتدائي تعس عليه تدير باتروي على طور على الابتدائي تبات نايضة صباح نوض مقاعينها مخوقين بس ما في يدي حيلة عييتها بس ربي بتاع هذي ديما تقول لي ما ديرش المشاكل حافظ ديما دعمني يا راك يدعو لي من رباك شغل ما يدير المشاكل ولا تخمش سمعتك الحمد لله 30 سنة نعتز بروحي في نتعارك دي فوا يجوني بيلاقات نقول لهم أنا ولد مرأة ربيتني يما أنا ولد مرأة بصح الحمد لله الحمد لله ما عنديش خاوتي بصح عندي سند دورايا اكثر من 1000 اخ تعرف سي حمزه انت تتكلم وانا قاعد نخمم
نتكلم مع نفسي، كنت نقول يا سي جلال انت اللي راك تدعي تعرف وشفت وقريت وشفت ناس وتعرفت على ناس و... هذا جلال يتكلم مع جلال. اه يا سي جلال انت لا تعلم شيئا ولا تعرف شيئا، ها واسمع سي حمزه راه يعطي فيك في الدروس. والدرس الكبير اللي نستخلصوه التضحية نتاع الأم، الأم سبحان ربي العظيم، الحمد لله رب العالمين. احنا يا ولدي فاطمة بنتنا وأختنا مشات العنبة وقدمت الدعوة للوالدة نتاعك. احنا يا ولدي فاطمة بنتنا وأختنا مشات العنبة وقدمت الدعوة للوالدة نتاعك. إن شاء الله تكون معنا في الاستوديو. احنا الدعوة رانا قدمناها للوالدة نتاعك. انت زعما في رايك تجينا ولا؟ جي الحمد لله مديرة غير الخير. والله الحمد لله مديرة غير الخير غير الخير إن شاء الله يا رب العالمين. أي والله إن شاء الله إن شاء الله. طيب أنا راح ندورك، شد روحك برك الآن إن شاء الله يا رب العالمين. وأنا متأكد باللي أخونا الصحفي صلاح إن شاء الله يا ربي يكون عنده خبر طيب. صلاح، هل من خبر جديد؟ مساء الخير عمو جلال، مساء الخير لكل المشاهدين. بالفعل راك تسائل على الجديد، والجديد احنا سعينا من خلال البرنامج اللي فات مات وكامل طاقم العمل انه نديروا اللي علينا كما كل الحالات اللي صادفناها في اللي فات مات. وهذه المره بالفعل درنا اللي علينا والحمد لله. الحمد لله توصلنا للسيده ديابي فاتحه، بما انه راهي حاضره معنا اليوم في امسيه هذا النهار مع برنامج اللي فات مات. مساء الخير سيده فاتحه ديابي. مساء الخير. لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله يا رب. اكي مقلقه شويه؟ لا مش مقلقه، حابه نعرف شكون برا. معليش دوك نعرفوا شكون. السيده فاتحه ديابي ياك هكا ما غلطتش في الاسم؟ لا. الله يبارك. منين جيتينا سيده فاتحه؟ من عنابه. الله يبارك من عنابه. سيده فاتحه مزوجه عندها دراري، عارفينها بك العمر بالك؟ عارفينها بك نعرفك. هاي مزوجه وعندي طفل. الله يبارك. ايه شحال في عمره؟ 29 سنه. الله يبارك. مزوج مش مزوج؟ متزوج. متزوج الله يبارك، ربي يحفظه لك ان شاء الله. طيب سيدة فاتحة، برنامج اللي فات مات عندك فكرة عليه؟ مش تشوفيه؟ ما عرف نشوفه ما حطيتش روحي نهار انا اللي راح يصادفوني، خاطر انا كنت حابة نستضيف يما. يما تنش فوق راسي. يعني هي الانسان اللي كنت حابة تستضيفيها في اللي فات مات؟ كنت حابة نقولها لها يما حبيت نديك عمرة، مي بربي ان شاء الله يخليني ربي حيا ان شاء الله يا رب، كون نبيع كلوتي ان شاء الله يا رب. معليش ان شاء الله اللي فيه خير الله يجيبه. قولي لي سيده فاتحه، شكون اللي يمكن استضفك لهنا في اللي فات مات؟ هل عندك فكره؟ شوف انا ملي عيطوا لي اتصلوا بيا وقالوا لي عارضينك في الحصه هذه، اول حاجه حبيت نشوف الاخ جلال. والله امن بربي ما عيطت نتفكر راسي وجعني، يا قلت خليها على ربي. معليش على كل حال حنا نروح نشوفه في البلاطو. حابه تعرفي معنا؟ والله نفسي نشوف شكون هو. يلا يلا معايا حتى نروح عند استوديو عند مجلل ونكتشفوا هذا الشخص اللي تم اللي وجه لك الدعوه. تفضل. اهلا 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 خيتي، وصرحتي لاباس؟ لاباس يا عايش. خير؟ مرحبا مرحبا بخيتي. تفضلي تفضلي. السلام ورحمه الله. مرحبا بخيتي. يعيشك. مرحبا بك انت. يعيشك. عاش من شافك. يعيشك يسلمك. لاباس؟ والله صافا الحمد لله لاباس. صعيب واحد شويه من بويته صغيره يخرج يلقى روحه للكاميرا والغاشي ويلقى قبال واحد كحلوس موسطاش. بالعكس من بكري هكا ملي كنت صغيره نتفرج الحصص تاعك. ايه وش راح نقول لك، مسلمين عليك ناس عنابه كل يما لا عنابه نموت عليهم كل حتى العائله تاعنا. عندي مرت خويا قالت لي سلمي لي عليه ياسر ياسر. عيشك عيشك. المهم سيدتي الفاضله
ديابي فاتحة اللي ما نعرف عليك حتى شيء من ولاية عنبة وقاهو. معلش مرحبا بخيتي. وبعد لحظات راك نشوف كذا كنت عزيني انت والفاميليا كل ولا لا امن بربي. نعم شفتي لا اله الا الله محمد رسول الله. ما كانش شكون ما يحبكش عندنا في عنابه. أيه. ما كانش شكون ما يحبك. ونعمه ونعمه الحمد لك يا رب العالمين. الحصه ما متعوده تشوفيها؟ والله ما نفهم نشوفها ما حطيتش روحي يجي نهار ونجي لهنا. انا كنت متمنيه نعرض يما. أتعرضي يمك؟ كنت أمنية حياتي نعرض يما للحصة هذه. الحصة هذه إيه؟ كنت على مهر راح نعرضها على خطر في الدومير قبل ما يموت بابا ربي يرحمه في الدومير 14. كنت إيه؟ أمنية حياتي تسمى بحكم أني نخدم. أنا قلت كوني قدرني يا ربي بشوي بشوي ندي بابا ويما للعمرة. صح وربي يرحمه. ربي يرحم جميع موتانا إن شاء الله. وهذه فرصة باش نرحموا على والدينا باش نصحاه. وإحنا خطر ساعات الدين الدنيا هالجرية الخدمة. الوالدين ما كانش زيهم. أنا سطول الوالدين بعد أنا شوف خواتيتي هكا في جهة بصح يما وبابا تاج فوق راسي. بارك الله فيك. الله يكثر من أمثالك. الله يكثر من أمثالك. الحصة متاعنا هذه العنوان تاعها شي هو؟ اللي فات مات. اللي فات مات العنوان يدل على كل شيء. انا ماذا بيا الحصه هذه مش حصه تاع تكريمات. مش باش خاطر نحب بابا ولا نحب يما ولا ولدي دار حاجه ولا هذه ما نكرموه. هذا شيء جميل وعادي وطبيعي ومليح. لكن انا ماذا بيا لما تكون مناوشات هكذا ولا خصامات ولا عتاب بين العائله بين الاب والام والاخ واخته ولا الانسان وزوجته نحاولوا نفكوا هذيك. ولكن احيانا نتلزموا باش نعملوا تكريمات. قضيه واحد الانسان يطلب السماح من المعاناه نتاع الطرف الثاني سواء كان الاب ولا الابن ولا الام ولا الاخت. انت ما عندك حتى فكره شكون يعيط لك؟ والله شوف انا واحده من الناس اعوذ بالله من كلمه انا جامي درت شر في حياتي. نحب الناس، الناس يحبوني. ساعات نرضاها تجي فيا انا بهم الانسان هذاك ما يتغشش ولا ما جامي درت ويشهد عليا ربي والملائكه والناس اللي يعرفوني جامي في حياتي سواء كنت صغيره ولا كي راني خدامه في خدمتي. ومازلتي صغيره صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. مهما كانت سما العبد. انا كي سقسوني على عمري نقول لهم العمر نتاعي هي المعامله نتاعي معك. سجل الرقم اللي حبيت او لا 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 صح صح هو رقم برك العمر ورقم رانا جايزين ما كل مرحله العمر نتاعنا كامل والدنيا كامل لا تساوي جناح بعوضه عند ربي سبحانه صح. عز وجل الله يرضى عليك ويبارك فيك. ملا ما وبالك كاش واحده من اللي تخدم معاك؟ شوف انا الشكل الوحيد حمزه ولدي. حمزه ولدي خاطر حمزه حمزه ولدي. انا عندك ولد واحد ولا ولدي واحد برك؟ واحد برك حمزه ولدي. أه؟ على ماه على خاطر هو الهواء اللي نتنفس به. وعندي سما زوز ماشي واحد. عندي زوز سما حمزه ولدي وولد اختي هيثم. هذا هيثم سما بالنسبه لي ولدي ثاني. هذا ثاني كيف كيف هو الهواء اللي نتنفسه. نحب ولدي حمزه. شفتي حمزه توأم روحي. هيثم هو الهواء تاعي ما بديش انا ملا شكيتي فيهم واحد منهم؟ انا شكيت في حمزه صح. أه؟ خاطر هيثم غايب ما كانوش. صح هيثم ما كانوش. ولا عدت شي واحده من جيرانك؟ جيراننا والله انا نعمل الخير ربي سبحانه جميع يعني هكا نستنى مقابل ولا هكا ولا لقطه تاع اني عملت به يجيبوا لي حاجه يعطيوني حاجه العطي ربي سبحانه. سبحانه وماذا بيا كي نعمل الخير كي نمشي ما يقولوش فوالا شفتي يعطيناها هكا به لا. نمشي و صحيت وكتافي مهزوزين. صحيت وعلاه ناكل انا كسكروت ولا ناكل حاجه ولا نحكم حاجه ومن بعد انايا عند ربي سيئه وفي الناس تهضر عليا جامي نديرها. انا اعوذ بالله من كلمه انا نهضر والله نهضر فيها من قلبي جامي عملت شعر نتقايس بصح ديما نضحك. ربي يكثر الناس كما انت ان شاء الله. ان شاء الله. انت حياتك كيفاش جوزتي حياتك؟ والله كيفاش جوزتها ما كيما الناس. حبيتي تعرفي شكون اللي سلعك؟ والله انا حابه عندي مده ملي تصلوا بيا وانا ندي ونجيب ندير لهم في الديبياج هكا باه كيما اخر دقيقه ليله كامله وانا نعيط حمزه ولدي انت وينك في الدار ولا وين نعيط. شكيتي فيهم قاعد تعيطي لهم؟ شكيت انا شكيت في حمزه. ثم ما صح للاجابه على سؤالك هذا وما تفاجئيش. لا ثم ما نتفاجئ يعني. ها نديروا لها شويه سسبانس المفروض رول مود باتري هكذا راح ندير لك سسبانس. ليكرون راه قدامك
ثواني قليلة وتعرفي شكون جابك. سمع راجل ولا مرأة؟ خلوها مفاجأة خير. أنا ماشي عامل شر ولي جا مرحبا بيه. برافو عليك واثقة من نفسك. والله واثقة ماشي مديرة شر. أنا النبي أنت صح. شوفي الإكران لحظات قلائل وتشوفي شكون اللي عرضك. حمزة. حمزة عرفتها. حمزة ولدي عرفته. حمزة خطر على ماهم الصباح نط صليت الفجر صبح أمن بربي قلت يا ربي حب نعرف شكون اللي استضافني. شفتي قلبي من الداخل وروحي يقول لي حمزة خطر ميم كي جيت مع الصحفية أنا قبيل قلت لها ما شك في حتى واحد كي خرج من الهوتيل قلت لها شك في حمزة ولدي. شوفي الابتسامة اللي عنده ما شاء الله. وروحي هو شبهدي بعد. أنا راح نطلب قاع من الشعراء والمغنيين وهذيا ياخذوا من الكلام نتاعها لأن مواضيع هايلة. لحظة أني جاي. يعيشك. صحيت. حمزة يا بطل. حمزة يا نعم الرجال. الحمد لله. يا الصيد. ربي يبارك فيك. أنت صيد على النبا. يعيشك ربي يبارك أنت فيك. صيد على النبا. ربي يبارك فيك. طلبت منا نجيبوا لك ماماك. نعم. وماماك ها هي قدامك ها هي ليك. قول لها واش حبيت تقول لها. مساء الخير. ارفع صوتك بس معك. نقول لك سمحي لي كي تعبتك معايا وانت امي تكرمي امك وانا امي نكرمك انت. ان شاء الله يقدرني ربي ويرجع لك خيرك ونديك انت ويما تحجوا. ونعتز بلي عندي ام كيما انتي. هذا شو الحمد لله ربي يعطينا الجهد وربي يثبتنا على الحلال برك. ابليس باقي كل شيء تعود بربي ان شاء الله. هلا حاجه ما تدوم. عرفته حمزة. نحس منذ لحظة كان يتكلم معك ولدي حمزة حسيت وانت ساكتة وانا نشوف فيك في انتريغرو بلان عينيك تحكي في حكاية طويلة. كما الآن ها؟ كي حابة تقولي حاجات. مرمد معايا أول حاجة مشي بالساهل به كبرت وقربت وراجل كيما هكا. خليني قبل ما نتكلم عليه هو خليني من الأم خليني من فاتحة الأم خليني نتكلم مع فاتحة الزوجة والمعاناة نتاعها والتعب اللي تعباته بعد ما راح الزوج. تعبتي. تعبت لدرجة إني لدرك أخي كون جات واحدة أخرى نورمال تخرج تروح طيش ولدها وتروح. أنا لا ربيته في دار عائلة راك تعرف مع نسا الخاوة الحمد لله يعني نسا خواتاتي الحمد لله. بصح ماشي كيما أم قاعدة لا خدمة لا والو. هذا نهار زاد عندي مريضة حمزة حكالنا ميؤوس منه يعني هكا في حياته هكا فهمت في الحمد لله خرجت خدمت بشي القليل الحمد لله حتى تحسنت في خدمتي. ما كانش حاجه وشهاها ما كلهاش ما كانش حاجه ورحنا العيد يعني هكا. المهم ما خليتوش ما محتاج حاجه حاجه واحده باقي باقي لدرك عندها مده ما راح يشفع لها ولا لا. واحد النهار كنا قاعدين انا وياه جاني قال لي يا ماما تفلك بالبكاء قال لي ماما توجع فيا حاجه لهنا في قلبي. قلت وش ماما بالك درتي فوجاست بالك. قال لي لا ماما وش هو حمزه وتفلك بالبكاء. الدرك ما قالها ليش. قال لي حاجه توجع فيا في قلبي مش توجع فيا وش هو. قال لي على ما بعد
قلت له قل لي بركة حمزة على ما. قال لي ما ماما حاجة توجع فيها ما فهمتش. أنا ما فهمتش الوقت هذاك وش كان هو حبي يقول لي. ومن بعد كي شافني بكيت وكي قال لي صرت القلب لا القلب ويحبس كلش يعني. قال لي لا ماما توجع فيها بالك هكا هكا دي الحاجة اللي ما زلت درك ما قالها ليش هو ما باليش أنا. وحاجة أخرى اللي غاضتني واحد النهار وقت عيد سما أنا أم يعني ما نقدرش نروح للسوق نشري كبش ولا جا قال لي يا ماما كنا قاعدين عندنا واحد ليكول هكا لصفنا دي محمد صالح لصفنا كاين قاعدين من وراها جا قال لي يا ماما اني رو اني قال قلت له واش بيه قال يا ماما جماعه كل قاعدين يحكيوا يقولوا بابا شرين غدوه رايحين السوق تاع جبان ونشري ورايحين هكا رايحين هكا نشريو كبش غير انا ما قلتش واش نقول. قلت له حتى انت قول بابا عمار على اللي هو بابا خاطر هو يقول لبابا يقولوا بابا بابا ما يعرفوش جد بابا ربي يرحمه يقول له بابا ثم أيه بابا تانا ربه احسن تربيه أيه. بابا ربي يرحمه يعني ما أيه. قلبه راجل الحمد لله ماهوش من مشي نفخر لك ولا وسقسي عليه طيب يعني راضيين عليه جيران كاملين ديما يقولوا له يرحم الكرش اللي جابتك واللي ربيتك كون جا واحد اخر او الطبنديا والسرقه والسهره أيه ودنيا الحمد لله. حبيت نطرح لك سؤال. أنا حبيت نعرف الشعور نتاع امرأة مولات 30 سنة مازالت في ريعان شبابها أقل ولا أقل تلقى روحها العشرينات في العشرينات هذو ما يسمى ما نحكيلوش حكاية حياتي لا خليني نكمل تفهميني في العشرينات حبيت نعرف المعاناة نتاع المرأة اللي تلقى روحها بعد سنتين ولدها كان بيبي عمره عامين والراجل يروح على أساس أنه باش يسترزق ثم تقطع كل العلاقات لا تليفون لا برية لا حد شيء. حبيت نعرف المرأة هذيك وش تخمم وش إحساسها وش نشوف. أنا كنا نحكي لك يعني من رؤوس أقلام مين وضح لك أنا. شوف لا إله إلا الله محمد رسول الله كنت عايشة كما يقولوا في تابات ونابات الحمد لله. راجلي فايتني بسبع سنين ولا ثمان سنين كان كيما نحكي لك على ولدي انا الهوى اللي نتنفس على مه بحلاوه لسان صغيره زوجت مولاي 18 سنه هكا قولي مازالت ما عنديش 19 سنه ها كنت قايمه براجلي يعني موده كبيره بيناتكم شفتي هو كي يجي طبطب الباب كانوا سلاف يحلوا يقولهم وين راحت فتح لدرجه انهم فهمتني كيف ما انا ما نهضرش وقول له ها كيش نهار كان راحته في باباه لودي انا نخلي غدوه ربي سبحانه هو لي صح هك ولا لا ربي هو يغفر ان شاء الله ربي يغفر عايشي لاباس بينا. المهم يعني الحكايه كيف ما هما ديجا دي زيميغري هما ديجا عايشين في فرنسا اللي هي على اساس اني سي بون راح سي بون درنا لي باسبور تاعنا قبل كانوا يديروا الباسبور سما حتى الطفل نقدر نحطو معايا معاك في الباسبور ها درنا الاجراءات على اساس انه خدام وجي كان يكونتاكتيني نورمال عادي عادي من بعد هاك تعرف فرنسا لي مادام درتو في الباسبور معناها باش تروحي لا كنا رايحين ومن بعد هاك تعرف اللي قاعده دا عندي قالوا لي هاك الناس هاك تعرف طيشي روح لمالي وانت صغيره مازلتي في العشرينات تما عندي 21 22 خلاهو لي مولاي عامدة ما زوجتش عرضوا عليا لهنا حتى في الخارج ايه ما رحتش بعدها بعد ما راح الراجل واتضح باللي انه ما عادش راح يرجع وتقطعت الاتصالات الى اخره ما نويتيش تعاود الزواج امن بربي شفتي درك لا اله الا الله اني مرات سماني كبيره اناني بودي درك يخطبوا فيا ماشي حاب ماشي هذا والدي حمزه عاش محروم نزيد انا نروح راك تعرف درك انا ماشي احنا دي كيما يقولوا ماخذ اخوها ولا ابوها ولا أي. تروح مع راجل تزيد تجيب اولاد يقول لي هذا لا انا الشيء اللي قلت له حلفت خطبوني حتى من الخارج ما رحتش على ما على ولدي عندي هو وعندي هيثم ولد اختي مربيه وغايب حتى هو ربي يبارك فيهم ان شاء الله ربي يبارك فيهم هذاك انا توأم روحي حتى الـ 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 الحالة يعني ماديا اجتماعيا شوي شوية ماشي والله شوية على قد الحال بس عايشة فضل ربي سبحانه صح شوف عايشة بدعاوي الخير الحمد لله مادام راضيين عليا ولدية أول حاجة لما يدوم ما يدوم والي يدوم غير فضل ربي ما يدوم سبحانه ضيافة في الدنيا دي صح ديما نقول يما نقولها يما نقول لك يما عايشين ضيافة دي في الدنيا دي عايشين ضياف
30 40 50 60 90 100 نسنا رايحين رايحين. ماذا بينا نشبعوا بعضانا، نشبعوا بعضانا، نحبوا بعضانا. قولي لي من ضمن الشيء اللي قاله لنا مقبله، اكيد عاد تفوت الحصه تفهمي الكلام تاعي. اه ونهضر ما تفضش الشكون نبقاو نبقاو شهر وحنا نحكيو. انتم نساكوا كيف كيف. نبقاو شهر وحنا نحكيو. انتم نسا مع نحبكن ونحترمكن ولكن لا بديت تهضروا ما تفرش. او يقول لك نقطه وفيضه الكاس بالخير بصح ماشي بالخير. انا ديما خير ان شاء الله يا ربي. من اغرب ما اثر فيا انا والفريق نتاعي كله حنان الام والتضحيه نتاع الام على حفاظا على ولدها. كي كان يخدم هو عساس المدرسه كنت تروحي انت هو مريض، تروحي انت تباتي تعسي وهو راقد خاطر مريض، والصباح تروحي تخدمي بيت نايد. علاش رزق لهذا كله؟ ما نقدرش كيفاه ولدي ديجا هاو عبالو كان كونترا بركا خدام يعني كونترا وما نقدرش ديجا عبالي ما كانش كيما هاك حمزه ولدي. آه. وجيت عندي عبالي ما عباليش انا بلي هو تشوف لي فوتو وتشوف الله يبارك سبورتيف. اه قبيلة خمس معايا جمد لي يدي ما شاء الله. كان كاراتي كينغ بوكسينغ. حتى القرايه كان يقرا بوني ليف بحكم الظروف تاع يروح يقرا والكسوه ودنيا ودنيا. ما نروح كي قلتي لي على قبيله نروح من بعد نعس. ها كمل سامحيني. الفتره اللي مرض فيها قعد قريب 4 سنين وهو يس يس 4 سنين هو يقاسي. وانا نقاسي محتم عليا امه محتم عليا كيفاه ولدي انايا انا هزيتيها على ظهرك. شوف ما خليت ما درك ما خليت ما درت الله يبارك. دركا كنت تشوفوا هكا والله يبارك وطويل عليا هكا راني طويله بصحه وطويل عليا وشحال في الكارتي يخسبوه كانوا قبل يخسبوه خويا. يخسبوه خويا مع الوقت هكا ولاو. سفريت معاه سفريت كانوا مريض مرض غير ربي مات ما خليت حتى به. كان في اللي قال كنت كي نديه هو يدير هو يقول يا ماما ارقدي نقول له لا ماما نقعد هكا الصباح نلبس قشي ونروح نخدم نروح ونزيد نرجع عندي المهم ما نرقدش. لحظه اني جايك لحظه اني جايك ولدي كاش ما حاب تزيد تقول لمامتك. والله نقول نحبك نموت عليك ان شاء الله ربي يقدرني والحمد لله يعني ساعديني في طريق صحيح الحمد لله ربي ثبتني يعطيني الجهد ونعوضك ان شاء الله. ما تدري الدنيا دي كيف تدور والله ما تدري. ان شاء الله تدور بالخير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الازمات ان شاء الله الازمات اللي مريتوا بها كل تفوت ان شاء الله يا رب. تعرف علاه؟ نعم. او اللي فات مات مات ربي يعوض لك ما احسن ان شاء الله يا رب العالمين. الان انا لو كان تسمحوا تدركوا على هذوك التفاحات اللي راهم قدامكم باش تعاودوا تقابلوا بعضكم. ادركي يا عبزي على هذيك ايوه شدي روحك برك فوالا. اقعد معاها اقعد معاها ما تعبزيش على هذه اقعد معاها تفضل ما تعبزوش عليك التفاحه هذيك. عرفته هو بس احساسي كان في محله ما شاء الله عايشك. الام ما كاين احيانا كاين بعض النساء راهي بعيده على ولدها وعلى بنتها الاف الكيلومترات تنوض في الليل واش بيكي ما على بالهاش بصح حست بلي كاينه حاجه بعيده في الخارج صارت حاجه كيفاش راح تفسرها ما على بالهاش. هذا ربي سبحانه عز وجل يوقظ في قلبها ذلك الحدث نتاع الامومه. خطرة كي ساعه ساعه تقولي انت تشوفي حاجه او تقولي هذه شفتها هذه الواقعه ولا لا. صح انا حبيت نقول لك واحد الحاجه. هذا حمزه البطل عايشك حمزه الشهم اللي زاد حبي ليه هو انه عامل نظافه صدقيني من انبل الأعمال اللي موجودة في الإنسانية كل مش غير في الجزائر هذيك اللي نحترمها.
الحمد لله. خدام الرجال انت سيدنا كلنا. عايشك ربي يبارك. اي والله الله انت انت واصحابك. الحمد لله مجالهم تحيه ان شاء الله يا رب العالمين. اصحابك كل يخدموا معاك سلم عليهم قول لهم ما وعمكم ما زلت تخدم لحد الساعة؟ ما زلت. الله يرضى عليكم. الحي اللي كون يخدم فيه حمزة حي وهو اللي يقوموا به ماشي غير هو بركة أكل. سيدتي الله يرضى عليك أنت جيتي من جوهرة الشرق الله يرضى عليك. سلمين على أهلنا وإخواننا الكل في عنابة الله يرضى عليكم بارك. شرفتونا شكرا لكم يعطيكم الصحه. اديني منك. لا 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 ما تعرفيش. لا انا من تفضلي. شوف هاي هاي طريق عنابه وان شاء الله ما تلقوا فيها حتى حانوت اللي يبيع الحمص ان شاء الله. ربي يسهل بنيتي في امان الله. الحمد لله يا رب العالمين. ربي يسهلهم ان شاء الله في عمره ولا حجه هي ويماها وولدنا حمزه بهذا بالحرفه هذه بهذا الدرس هذايا. نحيي كل عامل اللي يخدموا سواء كان ريجيسور طبيب عسكري شوفير خدام الكتريسيان دونتيست بوليسي وزير موظف. نقول لكم كل وقول اعملوا فيسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ها ماشي فندوكم هذو مثلثة في اللي عندكم وبالعمل اللي نتاعنا كل وبتضافر كل جهد وحبنا لهذا البلد هذايا سنصب الى العلا. تعرفوا علاش؟ باش نكونوا امناء لهذا الارث لبلادنا الجزائر اللي حروها لنا شهدائنا. اللهم ارحمهم واغفر لهم. بهذا أقول لكنا ولكم جميعا هذا جلال يحييكم من بلاطو اللي فات مات من مؤسسة الشروق. سلام.